أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجنا لهذا الأسبوع. اليوم نلتقي مع سيدة الأعمال السيدة ديان بياني، أونر لديان تاتش بيوتي سالون. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، بتشرف فيك ضيفة البرنامج. وأنا كمان بتشرف فيكم. بالبداية بنحب نعرف السادة المشاهدين عن مدام ديان. أنا ديان دياني، مقيمة بالإمارات صار لي 15 سنة. ما شاء الله. Thank you. وعم بلشت كشغل بالإمارات ميك اب ارتست، مختصة بالأفلام والمسلسلات وكل شيء بيتعلق بالميديا. حلو كثير. من وين اجت فكرة تأسيسك لديان تاتش؟ ديان تاتش كانت فكرة صراحة اجت من شغلي. اجت من شغلي لأنه مثل ما قلت لك انا عم بشتغل ميك اب ارتست، والميك اب ارتست تبع التي في اكيد بتعرفي قديش بتتعب، اكيد قديش بتضلها بالسيت، وقديش بدها تضلها 24 ساعه واقفه، وبسترجع البيت ما بيكون عندك وقت لحالك تتعملي الشغلات اللي بدك اياها او تروحي على الصالون. فمن هون انا كنت عم على طول اطلب هوم سيرفيس عندي على البيت، وما كان يعجبني السيرفيسز، ما كان يعجبني البرودكت. فقلت انا من هون قلت انا بدي اعمل شيء مختلف عن العالم. نحكي هلا عن ديان تاتش بالتفصيل. أوكي. هو مثل ما حكيتي انه هو هوم سيرفيس صالون. بدنا نحكي بشو انتم مختصين، شو الخدمات اللي بتقدموها للكلاينتس؟ ديان تاتش كل شيء بتلاقيه بالصالون بتلاقيه عنا. من يعني كل شيء، شعر، مانيكير، بيديكير، مساج، كل شيء تريتمنت، كل شيء بدك اياه بالصالون بتلاقيه عنا. تمام، حكيتي لي شوي عن البرودكتس. اكيد اللي بيميزنا بهالصالون هو اول شيء خبره التكنيشنز اللي عنا. صالون كثير بيشتغلوا بهالمجال، والبرودكت عم حاول انه اعطي للعالم لكجري بثمن يعني بيناسبهم. تمام، انت على اي اساس بتختاري البرودكت؟ على الكواليتي. تمام، فانا هيدا البرودكت اللي انا عم بختاره للعالم كون انا مجربته قبل. حلو، مجربته بكثير، يعني مش انه بس هيك بجربه قبل وبشوف كيف اذا منيح او لا. واكيد هول البرودكت اللي انا عم اذا في احكي البراند او لا في احكيهم. يعني عم بشتغل بإغماس، عم بشتغل بديور، عم بشتغل بجوتشي. اي ثينك كل العالم بيعرفوا هول البراندات وبيعرفوا قديش اسعارهم وبيعرفوا قديش كواليتي تبعهم. تمام، بس انت عم تخدمي للناس سيرفيسز بهدول البراندز. اكيد بتكلفه اقل من الصالونات اللي بيعملوا بغير براند اللي بتكون ارخص من هالشيء. عن التكنيشن الصبايا اللي بيشتغلوا بهذا المجال، طبعا انت كيف اخترتي طاقم العمل معك؟ صراحه هيدا اصعب شيء اكيد لقيته انا وقتها كان بدي افتح هيدا الصالون. يعني صار لي شي سنه وانا عم فكر بهالشيء، وعم شوف عالم وبجرب عالم، بجيب التكنيشن جربها، اكيد بجربها مع حالي لانه انا كثير نيئة بالقصص الصالون والتجميل وهيك قصص، ما بيرضيني شيء، لازم تكون يعني بيرفكشن. فكانت شوي صعبة تلقيت التكنيشنز، بس الحمد لله وفقني الله. وكل العالم اللي جربوا التكنيشن تبعي عن جد بلا مبالغة كلهم عجبهم، كلهم قالوا لي انهم they are very professional. انت طبعا دربتيهم او اكيد قبل ما بلشنا كل البرودكت رحنا عملنا ترينين وزبطنا امورنا وزبطنا كيف بده يكون السيرفيس وكيف بدهم يعاملوا العالم، كل شيء قبل ما يعني كل شيء
عملناه قبل ما نفتح. كيف قدرتي تكسبي ثقة الزبون؟ أول شيء بلشت صراحة مع أصحابي. أصحابي يعني كانوا بالأول وقت قلت لهم أنه أنا بدي أعمل هيك وهيك صاروا يقولوا لي لا وصعبة وبديك ما بعرف شو مش العالم ما كلهم بينبشوا على القصص الرخيصة ما بيهتموا بهيك شيء. بس جربوا معي وجربوا التكنيشن تبعولي وجربوا البرودكت وهيك صاروا يخبروا العالم اللي بيعرفون والعالم بيجربوا يعني حدا بيخبر حدا. غير انه انا بدي شجع المرة اللي يعني اللي بتكون عندها اولاد سبيشلي المرة اللي عندها اولاد واللي ما عندها وقت وكمان مدخولة بدبي يعني ما عندها كتير مدخول او انها ما بتشتغل او فعم بعمل كتير عروض للامهات. فأتمنى أكون أنا ساعدت شوي بأنه يحسوا حالهم حلوين يعني بأسعار حلوة وببرودكت كتير منيح. هلأ بدنا نحكي عن future vision إلي لديان تاتش. صراحة الفيوتشر أنا من أول ما بلشت فكر بالديان تاتش إنه أفتحه هون بنفس الوقت كنت عم أقول مع حالي بدي أفتح هون وبدي أفتح بلبنان وبدي أفتح بالمغرب. فهذا هو الفيوتشر إن شاء الله الله يوفقني وأفتح كذا فرع. حضرتك توجهي كلمة شكر لدولة الإمارات والحكام والقادة والشيوخ عن عامة الأمن والأمان؟ أكيد أكيد. صراحة شو ما بقول أنا يعني ما بعبر شكري عن على كل شيء نحن عم نتلقاه هون كأمان وأمان ومعاملة وقديش بيشجعوا العالم تيستثمروا وبيسهلوا لهم أمورهم. يعني أنا ما كنت رح شوف حالي بغير بلد أني مستثمرة أو عندي شيء فتحته لإلي. صراحة هالبلد كتير كتير بيخلي الواحد يعمل شيء لإله وبيعزز ثقته بحاله. أكيد. للأشخاص اللي كانوا داعمين إليك من بداية مشوارك لحد اليوم تحبي توجهي لهم كلمة شكر؟ أكيد أكيد. أصحابي أهلي كلهم دعموني وكلهم خلوني إنه كل شوي انه اقول لا ما رح اعمل بيقولوا لي لا بدك تعملي وهيك خلوني. صراحه هني كانوا ساعدوني تكمل هالشي وبلش فيه. هلا بدنا نخبر الساده المشاهدين كيف يعني يتواصلوا مع حضرتك. اكيد مواقعكم في عنا ويب سايت في عنا انستغرام واذا حتى سهلت لهم اياها على الانستا في بوك ناو فيهم يفوتوا ويحجزوا اونلاين ويعملوا الوقت اللي بدهم اياه والسيرفيس اللي بدهم اياه. كل شيء سهل صار. والخدمات دبي دبي الشارقه وابو ظبي. حلو تمام. مدام ديان شكرا كثير لتواجدك معنا. شكرا لكم من فريقنا وبرنامجنا بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح. ميرسي كثير. شكرا انبسطنا فيك ضيفه وانا كمان. ثانك يو. أعزائي المشاهدين شكرا لتواجدكم معنا من ديان تاتش بيوتي سالون مع مدام ديان دياني. إن شاء الله نلقاكم بالحلقة القادمة مع قصة نجاح جديدة.